عراقي حارب الإرهاب بدون ما يمسك ولا سلاح، نجح في أخطر مهمة وأنقذ حياة 480 شخص خلال 10 شهور بس. عمليات دقيقة معقدة جداً قدر ينفذها بكل حرفية وذكاء. مين هو؟ إزاي أنقذ كل الحالات دي؟ وإيه قصته؟ اتعرفوا على أنور. مرحبا ناس النيوز العربية، معكم الدكتور أنور نوري حافظ، استشاري جراحة دماغ من العراق. في بغداد بمستشفى الجملة العصبية، حالات حرجة كتير بين الحياة والموت قدر يسيطر عليها أنور ويفك لغز كتير من أورام الدماغ، وكل ده بدون مقابل. جراحات معقدة في الدماغ والحبل الشوكي وحالات خطيرة فقد أصحابها الأمل تماماً. أصعب عمليات اللي عملها أنا أو زملائي هي عمليات التفجيرات والأرهاب، لأنه رب العالمين خالق إنسان طبيعي يجي في لحظة معينة مع شمل رسم الدماغ، فصير أصعب العمليات الباردة وتحس مأساة الناس وتعب الجراحين لإعادة بناء ما دمره الإرهاب. إنجاز أشادت به وزارة الصحة العراقية نفسها، وحصل على جائزة الطبيب المتميز على مدار 3 سنوات. والملفت في رحلته إنه بعد التقاعد قرر ما يوقفش ويستمر في استقبال المرضى في نفس المستشفى الحكومي اللي كان بيشتغل فيه. ففي خلال 10 شهور قدر يعالج 480 شخص مجاناً. حب العمل بدون مقابل، هذا كان درس الأول تعلمته من أستاذي أستاذ سعد الوتري. علمنا نحب عملنا ونحاول نساعد أكثر عدد من المواطنين المرضى، لأن كل محتاج لنا، كل محتاج إلى مساعدة. مش بس كده، هو كمان قرر يفيد بعلمه الأجيال الثانية. من 15 سنة ولحد دلوقتي أشرف على تخرج طلبة دراسات البورد في تخصص الجملة العصبية، ويشارك في نقاشات علمية كتير لتطوير المجال ده، لأن شعوره بالواجب الإنساني وروحه الوطنية كانوا الدافع الحقيقي لتخفيف أوجاع المرضى. لما تشوف العراق في آخر 10 سنوات هتسمع كتير عن الحروب، الصراعات والتدهور الاقتصادي، بس دي مش الصورة كاملة، لأن العراق فيه أبطال من نوع آخر، قوتهم مختلفة، انتصاراتهم عظيمة، قادرين فعلاً يحاربوا الدمار بالخير. دكتور أنور واحد من الأبطال دول، انشروا قصته وعرفوا العالم إن هي دي الصورة الحقيقية للعراق. ودي كانت أخبار ستاني مشاركة. مرحبا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو. لحتى تتعرفوا على قصص أكتر وشخصيات تانية تابعونا على فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب وتيك توك.